في حديث لصحيفة واشنطن بوست قال اثنان من قادة حركة طالبان إن باكستان تستخدم شبكة من القنوات غير الرسمية لدعم الحركة بالمعلومات الاستخباراتية والدعم الفني لمواجهة تهديدات تنظيم داعش خراسان. بحسب القياديين فإن السلطات الباكستانية تمرر لحركة طالبان معلومات أولية عن المجموعة بالإضافة إلى مساعدتها في مراقبة الاتصالات الهاتفية والإنترنت لتحديد أعضاء داعش خراسان. أما الجانب الباكستاني فوصف الاتصالات بين الجانبين بأنها مناقشات غير رسمية وليست شراكة استخباراتية راسخة. المسؤولان في حركة طالبان قالا لواشنطن بوست أن باكستان دولة شقيقة وداعمة لمواجهة داعش بما في ذلك تبادل المعلومات والاستخبارات، وأضافا إذا شاركت الولايات المتحدة وبقية دول العالم المعلومات معنا فإنه بإمكاننا هزيمة داعش في غضون أيام فقط. في المقابل رفض المتحدث باسم طالبان بلال كريمي تصريحات القياديين بأن الجماعة بحاجة إلى تعاون دولي لمحاربة المسلحين الآخرين، مضيفا أن تنظيم ولاية خراسان لا يشكل تهديدا خطيرا وبالتالي لا تعتبره الحركة تحديا كبيرا ولا تحتاج إلى أي دعم خارجي لمعالجة هذه المشكلة.